القهوة للروقان. البسمة أخبارها إيه معاك؟ سبحان الله. ليلتكوا فل، ليلتكوا ورد. أخاف ولا يهمك ولا تزعل. الظهر. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أخبار البسمة أخبارها إيه معاك؟ ها؟ أخباركم إيه؟ لا تحزن وابتسم الحال. الأولاد دلوقتي ما يعرفوش غير بابا اللي بره، بابا اللي بيزعق، بابا اللي بيشخط، بابا اللي صوته عالي، بابا. يا عم عايزين بابا بقى اللي مبتسم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن ويحب التفاؤل ويحب البشر. الدنيا مش مستاهل الواحد يحزن أبدا على أي شيء من حطام الدنيا. احزن لو فاتتك ركعتين قيام ليل، احزن لو فاتك ورد القرآن، احزن لو جلست يوم كامل ما تذكرش المولى عز وجل، احزن لو فاتك بر الوالدين، احزن لو قطعت الرحم، احزن لو عملت زوجتك معاملة مش كويسة، احزن لو انك انت اسأت الى جارك، احزن لو اكلت مال حرام، احزن لو فاتتك اي طاعة تقربك من ربنا سبحانه وتعالى.